ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ معاكم جاك جي في فيديو جديد. فيديو النهارده عن فورتنايت مع صاحبي يوسف. بس كده يا جماعه، مش عارف كده دلوقتي كده نخش الجيم. شو استول عليكم زي ما انتوا عارفين، اللي عامل لكم فيديوهات بصراحه. اخر فيديو اللي قبله بصراحه ما كانش فيه دعم خالص على الفيديو، ولا ناس كتير اتفرجت عليه. فيا جماعه عايزين نوصل الفيديو ده على الاقل على الاقل بالميت كده 60 فيو، ده بالميت كده، وتبقوا حابين لو وصلتوا لي 20 لايك. تمام، بس كده يا جماعه، السلام عليكم، ويلا بينا نبدا الحلقه. انا نازل على بامب، في اتنين بامب هنا عندي. لا بامب وتكتيكال اعتقد، لا مش بامب وتكتيكال، بامب اس ام جي. يبقى سيبني افتح اي تشيست بامب. ايه ده؟ ايه ايكي ايش مع ايه يا اخضر؟ سيب الريفت، سيب الريفت. في ناس جايه، ناس جايه، ناس جايه. فين شفتهم؟ وقع ده مشيتني. ده مش ده. يلا نخلع، يلا نخلع. هات الرفتات، هات الرفتات بسرعه. ايش اروح اجيبها؟ اروح اجيبها. تعال خدها من عندي. ناقص 44. تعال ننزل عليهم ولا ايه؟ استنى ناخد القرار بالراحه. ننزل عليهم ولا فكك منهم؟ فكك، ما كده كده رايحين الزون. تعال 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 ننزل عليهم. استنى، تعال. انت رايك ايه؟ هم بص بص، ناخد الهاي جراوند، خلينا في الهاي جراوند هنا. هاي جراوند بص ده. تمام قشطة. بص هنفشخه، نفشخه من الهاي جراوند بسرعة بقى. اضرب عليها حاسس. واحد نص شلداته راحت. مش معايا طال اي ار. معاك اي امو يا ار؟ فشخت واحد. شوف في واحد فشخ. مش استنى استنى، في واحد فشخ اللي قربنا ده. معاه امو يار، معاك امو يار. نوك داون. هات الكلاب بسرعه. خد البيك شيلد، خد البيك شيلد، خد البيك شيلد. هات الكلاب بس. هو تحتك، هو تحت، حاسس بس هيكسرها. حاول تجيب لي كلاي عشان ما نستخدمش البيج شيل. خد انت كلاي قشطة. فهو ما في معاه حاجات، لو معاه حاجات ايه شغل. اهو النص اربعة. في ناس. فوكك فوكك فوكك. ولا ده واحد لوحده؟ واحد لوحده. ده انا ايمي بقى جامد فشخ، ايمي بقى جامد فشخ. تعالوا عليه بالفنت، هو هيخاف اصلا. اهو 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 اهو. لقيته؟ اهو. شفت شفت. ده انا فشخته. اتنين 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 حازم. واه ايه غلط انت؟ يلا قشطه. سيب لي سيب لي سيب لي. انا عايز بس ده. خد انت الار بي جي. هات مينيز بس. انت معاك كام مينيز؟ انا حاسس ان في حد هنا. بص اصل كان باني وكان في صوت، في حد. تك كير بس. اوه انا دمشت من الجنب. في حد بيضربه من فوق انا اعتقد. فوق بتاع الباني الكبير ده، في باني قدامنا فشخ. ممكن نشوف الباني الكبير ده. خلاص كفايه كفايه. شوف فين فين في لوت حلو فوق، لازم نطلع ناخده. تعال معايا.
دومينيشن. عاش. بص في اتنين بيحاربوا. انا اصلا نقصته في واحد فشخته قدامنا ده. ده اصله 149. تعالى معايا يا ابني. ثواني بس اصلي بهيل ما كان وقع الزبالة ده. هذا عشان انت في ناس على شمالك كمان. ايوه رشيل. انا جبتك انا جبتك. بص اضرب على اضرب ده. ايوه ده اصله 150 تاني. ايوه ادي ادي يلا. الجيم ده خلاص بتاعنا 100%. 100% ايه القرف ده؟ في واحد هنا اساسا. هو فين بس؟ هو شكله نزل تحت. نزل تحت خالص. استنى في واحد بعيد. في واحد هناك خالص. بص نزل تحت خالص. نزل تحت خالص. يبقى لي سيبني. اول ما عليه ار بي جي. متنزلوش. هو طالع. هو طالع. ناقصه 35. اضرب عليه ار بي جي. سوري 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 ضربت عليك انت. هم بيضربوا علينا ناحية تانية هنا. بقول لك ايه يلا 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 يلا. الزون فينا. جرينت لانشر. جرينت لانشر اخده اخده يا ابن الفتاية. بس اعمل له سنايب. اخد الجرينت لانشر. اخر الجنون شر ولا بلاش؟ براحتك. يلا 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 مش مهم. الواد تعمل له سنايب. خلي بالك الواد التاني ده. تعالى 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 تعالى. اعمل بتاع اللي بترن ولا بلاش؟ ما نجيبش سنايبر. الواد قدامنا. بص بص بص. هما الاثنين قدامنا. في المبنى ده. حاسس. يلا بالسنايب بالار بي جي. بالار بي جي بالار بي جي. حبيب بس هي دي مشكلة. استنى كنت هضرب عليه. استنى استنى. تعال ورايا. الزون الزون. بص لو هما مستخبين في حته هضرب عليها وانا هكسر بالسنايبر. فاهم قصدي؟ استنى استنى لما اقول لك. استنى لما اقول لك هتعمل فين. بقول لك ايه معاك طلق روكيت. استنى امسك. لا معايا 12. امسك هات الباقي. حس حس. يلا يلا يلا. هما بيضرب. الزون عندهم تقريبا. لا لا لا. حاول اجيبه سناب. حاول اجيبه. استنى. هما بيطلعوا لقدام. حاسس بس بسرعه. حط لهم شفات. حط لهم شفات. لا لا تعالى تعالى هنا. تعالى هنا. كسر بس ماتريز. يلا يلا اضرب عليهم. لا هيجيبونا هيجيبونا. قلت لك من اصل 150 هيجيبونا. امهم حلو. انا اصل 150. اضرب ار بي جي. هتطلع شوية من غير قصدي. شت غالبا هموت من الزون. يب. هو التاني مات. يا ولد يا دين النبي الحلاوه دي. عاش يا اسطى. من اول فيديو بتصوره والله جامد فشخ يا اسطى. الفيديو ده ينزل مصر. قشطه قشطه.
ترى ترى ايوه بقى يوسف فشخنا العيال سبعك اللي انت جبت كليتين بس على فكره. ما انا موت في الاخر من الزوم. انت بص بقى استنى بصوا يا جماعه انتوا طلبتوا مني اجيب وين كمبرت وجبت وين جبت خمس كليات وبدينا بعت الاحتراف بس كده يا جماعه. يا رب كل الناس تتفرج على الفيديو وشكرا يوسف جدا دعمني يا جدعان شكرا لكل الناس ودي يوسف هيكون اساسي في القناه ان شاء الله بس كده يا جماعه اتمنى يكون الفيديو عجبكم انا كمان عرفت الفيديو عجبكم اشترك لايك الفيديو شوف ايه انا نسيت كنت بقول ايه ضغط لايك على الفيديو شوف مع اصحابك وتعمل كومنت وتقول في رايك وتشترك وتفعل الجرس عشان تشوفوا كل جديد شوفوا كل النوتيفيكيشنز برده يلا يا جماعه بركيش